والصبيعي قناة شوف تي في. السلام، مرحبا بكم معنا في البث المباشر. صباح الخير عليكم اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بدايه اسبوع موفقه. نتمنى تكونوا دوزوا هذا الويكاند بصحه جيده. مباشره من تطوان، شنو رسالتكم للحكومه العثماني بعد الفيضانات الدار البيضاء وطنجه وتطوان والقصر الصغير والمضيق الفنيدق؟ شكون اللي كيتحمل المسؤوليه وعلاش حكومه العثماني ما علنتش على الكوارث الطبيعيه، خاصه بعد الاضرار الجسيمه اللي خلفتها هذه الفيضانات، سواء الاثنين الاسود مدينه تطوان او قبل في مدينه طنجه والدار البيضاء كذلك حتى امس، وعملت المضيق الفنيدق والقصر الصغير فحص انجره، مجموعه ديال الاضرار الجسيمه اللي خلفتها هذه الفيضانات، يعني وحدات صناعيه اللي غمرتها المياه، محلات تجاريه، منازل، شقق، سيارات اللي تضرت بالكامل، شاحنات، يعني ما عرفناش علاش ما علتش حكومه العثماني على الكوارث الطبيعيه، علما ان متسابقا شفت فيك كما قلت في السابق ان هادشي ديال التامين الصناعي على مستوى السيارات بالدرجه الاولى كيتخلص من الجيوب ديال المواطنين في التامين اللي تفرضت اكثر من 200 درهم على كل سياره في ربوع المملكه. بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم، وشكون اللي كيتحمل المسؤوليه كذلك. طبعا البنيه التحتيه بدون تعليق، امطار طوفانيه طبعا جهد الله كذلك بدون تعليق، ولكن السؤال اللي مطروح متسبعينا، علاش حكومه العثماني ما علتش على الكوارث الطبيعيه؟ شنو هي لي فور ديال الكوارث الطبيعيه؟ بغينا نعرفوا في الحقيقه، وهذا سؤال موجه للسيد رئيس الحكومه وكل الساده البرلمانيين في قبه البرلمان انهم يطرحوا هذا السؤال باش نوصلنا هذه المعلومه، لان المواطن تيتساءل، الناس متضرره. طبعا ملي كنهضروا على المنازل والشقق والوحدات الصناعيه والتجاريه اللي دخلت لها الفيضانات، اذا ما كانش عامل التامين ديال هذا الشيء راه ما كاين والو، علما انه هو ضحيه ديال هذا سوء التدبير والبنيه التحتيه. السيارات بالدرجه الاولى فرضت عليهم بدون استشارة مع أي طرف بين ليلة وضحاها، تفرضت عليهم هذه القضية ديال 200 درهم والفصيلة. صباح الخير ليما، صباح الخير إيمان إيمان، صباح الخير كل المتابعين الأوفياء داخل الوطن خارج الوطن. إذا هذه الفيضانات اللي عرفها المغرب الحمد لله أن الآن هذه السنة غيكون الخير إن شاء الله بالنسبة للفلاحة، بالنسبة للمأسلة للشرب، رغم أن الملايين ديال المتر كيب المال اللي ضاعت بات، ولكن على العموم كيبقى السؤال مطروح، شنو هي رسالتكم للحكومة العثمانية بعد الفيضانات؟ الدار البيضاء وطنجة وتطوان والقصر الصغير والفنيدق وكل المناطق اللي عرفت هذا المشكل. إذا بغينا آرائكم، بغينا تعليقاتكم متسبعينا، بغينا نعرفوا طبعا شكون اللي كيتحمل هذا المسؤولية كذلك، شكون اللي كيتحمل هذا المسؤولية. شفتوا على الكبير ديال المدن والمنازل والشقق والمحلات، وقفنا كذلك على هول الكارثه اللي عرفتها مدينه المضيق في منطقه بوزغلال اللي تم العزله ديال هذه المنطقه، واللي دخلت السلطات عملت المضيق الفنيدق لان كانت حاله طوارئ خطيره، خاصه ان المنطقه جات غرقه والمنحدر ديال الجبل اللي تيهود منه هذاك الماء الكبير طبعا على مستوى سد سمير والمناطق. شفنا تطوان تتنفس تحت الماء، شفنا مرتيل كارثه بكل المقاييس، شفنا القصر الصغير اللي غمرتها المياه والطف الى هي وقفت، رغم انه كاين واحد الخطا كبير، كاين السد جا عالي والقصر الصغير جات هانيه، وميناء المتوسط ممكن لا قدر الله لا قدر الله شنو توقع شي كارثه، لان السد اذا مشات فرقع هذاك السد اللي كاين الفوق راه غادي يهبط على التحت، وهذا اكبر خطا. اذا امطار طوفانيه الحمد لله اللي عرفتها البلاد، هادشي مهم ومهم بزاف، ولكن البنيه التحتيه شكون اللي كيتحمل المسؤوليه؟ شكون اللي كيتحمل هاد المسؤوليه؟ لان شنو الذنب ديال هذا المواطن في الحقيقه اللي غتغمر له المياه الفيضانات المنزل ديالو؟ طبعا غادي نهضروا انه الفيضانات كاين في مجموعه ديال الدول الناميه ومتقدمه على شكافه، ولكن هذوك الناس راه كيتعوضوا باش نكونوا واضحين، ذوك الناس وقع لهم ضرر كاين التعويض. حنا وقفنا على هول الكارثه وشفنا ناس محاصرين في السطح، شفنا منازل اللي غمرتها المياه، محلات تجاريه اللي غمرتها المياه، معدات ديالها الماتري اللي كاين في ديك البنايه او في ديك المحل التجاري مشى عن اخره، المنطقه الصناعيه ديال تطوان غمرتها المياه، مجموعه ديال الوحدات الصناعيه اللي كانت تتنفس تحت الماء، مدينه مرتيل بجميع الاحياء ديالها، يعني كلما تهطلت امطار الخير كلما تحولت مدينه مرتيل كذلك الى
فضيحه من العيار الثقيل بصراحه. وهادشي هادشي قديم يعني، ماشي اليوم، ما كتحملش مسؤوليته هذا المجلس هذا ولا اللي قبله ولا اللي قبل سنوات. ولكن واش كاين شي عمل؟ مدينه سياحيه، مدينه كتستقطب الملايين ديال الزوار مختلف بقاع العالم، ماشي على المغرب فقط. المضيق الفنيدق، قصر صغير، تطوان، طنجة، طبعا الهول ديال الكارثة ديال طنجة كتبنا طبعا مصادر قديمة ان هذيك المنطقة ديال طنجة فيه وقع هذاك الفيضان ديال المعمل، ان هذاك كان ديجا واد، علما انه كاين بعض الشقق والمنازل ديال بعض الادارات العمومية اللي اقتنت تمانيت في ديك الشارع هذاك وكان واد. بحال اللي وقع مثلا هنا في تطوان في شارع الريف في خندق الزربوح، هذاك راه كان واد من الراس ديال الباريو كيهبط حتى للقاع ديال الطريق الدائري، الان كامل عمارات كامل كذا. اذا الواد دائما كيعقر على مطعو كما تيقولوا وتيرجع، هذا مشكل، الواد تيعقر على مطعو وتيرجع. اذا شنو رسالتكم الحكومه العثماني؟ علاش ما علنتش على كوارث طبيعيه؟ هذا سؤال بسيط، لان في الحقيقه اذا علنت على كوارث طبيعيه المواطن عادي اضعف الايمان. شوف شنو النوع ديال التعويض اللي ممكن تعطيه التامين، وما اكثر التامين ديالنا في المغرب لا حول ولا قوه الا بالله. راه الناس كدير التامين عيب، باش اذا فشي كان التامين ما يوقفكش البوليسي، راه واش عندك تامين والله لا عملوا شي واحد، لان رد الفعل كيمرض. خاصه هنا غادي نرجعوا من بعد، طبعا كتلقى خبير تيشتهد من راسه، خبير ملي كيجي يدير المعاينه لانه واعي يدير بورسونتاج مع الشركه ديال التامين، وكيعصر فيك انت اللي متضرر، ضرت لك السياره او المنزل او الشقه اللي كنت داير انت التامين هذا وعاد تستافد، كيعصرك. علاش؟ لان الشركه اللي خدام معها ولي الله ديالها كيعصرك باش يستافد هو ويبين الخدمه الشركه. وانا زيرته لك كانت قاده، حنا عطينا قاده وركعنا باش ينقبل هذا التمر، ما كانش غيبقى طالع هو في المحاكم وسير وجي وتسنى وكذا. اذا هذا هو المشكل، لان ما اكثر هذه المشاكل اللي كيطيحوا فيها مجموعه ديال الناس. المواطن طبعا خصو يعرف هذا الموضوع، هاد الخبير ديال التامين اللي كتوقع لا قدر الله حادثه سير او حريق او شي حاجه، انت مثلا عندك سياره القيمه ديالها 200,000 درهم 20 مليون، ملي كتقطع التامين كيقول لك القيمه ديالها 20 مليون، ملي كتوقع حادثه كيقول لك لا في السوق حاليا كتعمل 14، ضرب لك بعدا واحد 6 المليون هذه هي باقا في السوق كتعمل 16 18، كيقول لك لا هو 14 12 10 باش كيهلكك. طبعا هنا رجعوا للموضوع ديال شركه امانديس اللي دائما طبعا تنقولوا ان هي المسؤوله، بغينا تفسر التحملات، وهذه رساله موجهه للسلطات على مستوى وزاره الداخليه. اولا شركه امانديس مازال لها عامين ويتسال العقد ديالها في سنه 2023، هذه مناسبه. واحد، جوج، دفتر التحملات راه خصو يتعطى للعموم، دفتر التحملات خصو يتعطى للعموم الشعب باش نعرفوا شنو هاد التحملات اللي كتحملنا هي ونتحملوها حتى حنا. هذا هو السؤال، دفتر التحملات ما كنعرفوش، كيبقى كيدوز بين دهاليز ديال المصالح الاداريه والمنتخبه اللي كتجي دير السياسه احيانا، وهذا هو المشكل. اذا بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم، علاش حكومه العثماني ما عملتش على الكوارث الطبيعيه؟ واش ما تخرجش الفلوس؟ هاد 200 درهم اللي في القلوشه اللي في الصندوق ديال كل سياره في المغرب كامل، ديال كل شاحنه، كل حافله، كل فين هي؟ الدور ديالها هو تعطى الكوارث الطبيعيه. اذا الا ما بانش هاد الفلوس شكون اللي كيستافد منهم؟ علاش كيتخبعوا؟ فين مشاو؟ وشنو ذنب هاد السيد هذا اللي قطع اسيرونس تفرض عليه انت 200 درهم زايده في دقه واحده؟ هذه ماشي 5 درهم ولا درهم ولا 2 درهم، هو عاد درهم من كل سياره الملاير. 200 درهم تصوروا شحال من سياره الاجره الصغيره والكبيره والشاحنات والحافلات ووسائل النقل العمومي والسيارات الخاصه والشاحنات والترونسبور، يعني على المستوى الوطني هذا المبالغ اللي كتجمع زادت على المستوى الوطني 200 درهم والفاصله على المستوى الوطني، يعني الملايير. ولكن هذه الحكومه شفنا هاد الناس اللي تضروا في المضيق الفنيدق في قصر الصغير في تطوان في المارتيل في طنجه في الدار البيضاء، علاش ما غادي تعوضوش؟ علاش هادو الفلوس تعدلوا الكوارث الطبيعيه؟ وثاني حاجه، شنو هو فين كتوقف هاد الكوارث الطبيعيه وفين كتنتهي وفين كتبدا؟ تطوان 100 مليلتر وانتم شفتوا الفيضانات اللي غمرتها المياه، المضيق امس اول امس انتم شفتوا المنطقه ديال بوزغلال شحال من الوحده الصناعيه ضرت وشحال اللي تحرق لها لي ماشين ديالها، المنازل اللي تشقت بسبب هذه الفيضانات، ها اللي وقع انهيار انجراف ديال الدور الصفيح كذا، يعني كاين منازل اللي تشقت بالقوه ديال الماء، المطاعم، مقاهي، يعني الناس اللي تضرت بسبب هذه الفيضانات. اذا شنو هو الدور ديال التامين؟ علاش الحكومه ما تعنيش على كوارث طبيعيه؟ هذا هو السؤال، هذا السؤال اللي كيبقى دائما تطرح، علاش؟ علاش؟ اذا هاد الفلوس هادو شنو هو الدور ديالهم؟ علاش يتزادوا هاد الفلوس ما عاد تصرحوش بكوارث طبيعيه بصراحه؟ اذا ملي غادي نشوفوا عدد ديال السيارات والشاحنات اللي تضروا والمحلات التجاريه والمنازل، الله يحسن العون.
راه صعيب هاد الامطار ربي، ولكن اذا كانوا عندنا اذا كانت عندنا البنيه التحتيه في المستوى المطلوب راه يوقع الفيضان، ولكن ما يكونش بهذا الضرر. راه حنا وصلنا 150% ولا 200% ديال الاضرار. فاذا كانت البنيه التحتيه مخدومه مزيان وكاين على المدى البعيد ممكن نوصلوا لواحد 70% ديال الاضرار، 60% 50 40، اللي مالا ممكن ما يكونش عندنا ضرر. علما انه كما قلت في البدايه الدول المتقدمه وكيضربها الفيضان، ولكن كاين تعويض، هذا هو الاهم. ملي تيكون كاين تعويض كتكون انت مامن وفرحان، ما مخلوعش، وقع غير ماشي مشكل، هو اللي عطى الله هو هذاك الشيء ديال الله غنعملو واخا. ولكن السؤال اللي مطروح هو ان مجموعه الازقه والشوارع والاحياء اللي تعرضت للفيضان ما كاينش فيها اشغال. كنشوف هنا الامطار الخير ملي كتعيق حركه السير مجموعه ديال المناطق ما كاينش اشغال، ما كايناش. بمعنى انه حنا الان تفصلنا تقريبا 13 يوم على دخول فصل الربيع، كيبقاو يتسناو فصل الربيع، الجو عايزيان وما تبقاش الشتاء وتلاكات ما تكونش قويه، ومورا الصيف الربيع جا الصيف بحرنا عمنا تسارينا كذا صافي، وتجي الشتاء عاود نطلبوا الله السلامه وبقاو ندعيو لطيف. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. اذا ملي تفرضت 200 درهم وفصيله على كل سياره بالنسبه للكوارث الطبيعيه، فين هي الان؟ حنا نشوفوا غير الاضرار ديال هاد السيارات اللي في تطوان. في الحقيقه كاين سيارات اللي مشات بالكامل، يعني ما تقوليش غتمشي عند شي تشابيستا ولا شي واحد اللي عايز يسكسف عليها، مشات ما صرحان والو، لان ذاك الحجار اللي هبط عليها وكيفاش كانت كتكركب وكيفاش كتقلب، والحجار اللي كبير وانتم شفتوا مجموعه ديال السيارات كيفاش تعجنت. اذا واش هاد الشخص هذا ما دخلش في الكوارث الطبيعيه؟ و100 مليلتر، انا شخصيا بصراحه 100 انا اعتقد اكثر، لان 100 مليلتر انا اعتقد اكثر، ولكن على العموم انا داك الشيء اللي شفنا واللي صورنا واللي وقفنا عليه في تطوان بالدرجه الاولى صعيب. اول امس وقفنا في بوزغلال، الطاف الهيه طبعا وقفت مع الساكنه الحمد لله، السلطات على مستوى عماله المضيق في النطاق، وكان بحضور السيد عميل عماله المضيق في النطاق اللي وقف على هذه القضيه وعطى التعليمات ديالو انهم يخويو هذيك المنازل، لان كاين بعض المرات الناس الله يهديهم انت كتشوف الخطر والسلطه كتقول لك خروج من الدار بعد حفاظا على الارواح ديالك، لا خلينا نموتوا هنا. اودي الله يهديك اشرف خصك تخرج، اللهم طيح الدار ولا طيح الدار عليك انت عامر. اذا هنا الشيء على المستوى الوطني كنهضر ماشي على المحلي او كذا. اذا هادو اضرار كبيره، لان تاع الدار هذه اذا وقع على تصدعات وشقوق بسبب هذه الفيضانات خاصها تعوض، هذيك تدخل في الكوارث الطبيعيه. اذا هنا علاش الدوله او الحكومه ما علتش على الكوارث الطبيعيه؟ هذا سؤال. نتمنوا الله يحفظ الصف، هذا الشيء اللي غادي نقولوا. نطلبوا الله الحمد لله ان امطار الخير وقفت بعد هنا على مستوى منطقه جهه طنجه تطوان الحسيمه، لان القصر الصغير كذلك تابع ترابيه لجمعيه العمالات الفحص اجراب لاقليم طنجه عاش رعب حقيقي كما عاشوا مدينه المضيق والفنيدق، وكذلك حتى مدينه سبته المحتله هي عرفت تساقطات مطريه كبيره. وقع ما نقولوش فيضان فهم فيضان، ولكن مجموعه ديال الشوارع اللي غمرتها المياه. ولكن السؤال اللي مطروح ما كاينش كومبرو، ما كاينش زبل، ما كاينش بزاف ديال الحوايج حاشاكم. علاش؟ لان حتى الوعي كيلعب دور كبير. حنا اخر تيبني عشوائي وتيكمل هذاك الشكومبرو ديالو ما كيمشيش يجمعو، كيخليه تما في الركنه وتما في زمان. ملي طاحت هاد الشتا طوفانيه هبطت داكشي، ساهمت طبعا في الاغلاق ديال المجاري الصرف الصحي ديال الواد وديال الطريق والعرقاله طبعا صعيب وصعيب بزاف. شفنا الطرقات هنا في مدينه تطوان اللي جديده دار لها الزفت على التراب، ما كاين لا شبكه لا والو. نتمنوا انه يتم في التحقيق فيها لوقوف على هاد الكارثه كذلك. اذا متتبعينا بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم، علاش حكومه العثماني ما علمتش على الكوارث الطبيعيه رغم الاضرار الجسيمه الكبيره اللي عرفتها المدينه والاقليم. وهنا كنهضر على المستوى الوطني، ماشي بالضروري عيد تطوان تحت الرقم القياسي في هذا الفيضان، تبعتها منطقه المضيق الفنيدق ثم القصر الصغير كذلك، وكل منها كانت طنجه والدار البيضاء. وامس كما لاحظتوا الدار البيضاء حتى هي عرفت
التساقطات المطريه واللي خلفت يعني فيضانات في مجموعه ديال الشوارع. ملي كنهضروا على الفيضانات راه غير مجرد كيعمر لك الشارع بلا ما كتعيق حركه السير، راه كيتسمى هذاك فيضان. لكن حنا عشنا فيضان كبير هنا في هذه المنطقه بالضبط في هذا الشارع الريف، لان هذا تاكدوا الناس انه من دائما كان واد، هذا كان واد كبير، كان واد كبير اللي هو من الراس ديال الجامع مزوق حتى هنا هذا الطريق الدائري بسبب هذه الامطار القويه اللي هبطت هنا وهذا الحجار وهذا الواد. هذا النفق كذلك حتى هو عمر، لان الماء اللي كنهوى ديك البريسيون تيكب فيه، تيكب في النفق. حتى المداره ديال النفق تحت الارضي ديال المحطه الطرقيه حتى هو غرق. اذا طبعا هذا الشيء تيأسف وخطير في الحقيقه، لان كان الطف الهيه الحمد لله وقفت مع السكينه ديال تطوان والمناطق اخرى اللي عرفت امطار غزيره في النهار الحمد لله، لان النهار كما تيقولوا انسان تيشوف وكذا. تصوروا ذاك الفيضان ديال تطوان وديك السيارات هواده كان يكون في الليل، لان الليل ما يكونش واحد في الزنقه كلشي في المنازل ديالهم، ولكن المنازل اللي غمرتها المياه راه كاين الضر اللي تخلى الماء اكثر من 2 متر، بمعنى ان الناس غتموت في الضر، عطر انها تخرج بطريقه ولا باخرى. هذيك الحمله غتهبطها شكون كاين عين قدا، كان لا قدر الله لطف الله ربي دار تاوي ربي عمل تاوي الخير، كان ممكن يكونوا ضحايا بالجمله، ولكن الطاف الهيه الحمد لله ما كانوش ضحايا باستثناء العثور على واحد الجثه اللي مازال البحث جاري، لان كانت جثه متحلله وخرجها الواد. واش كانت في شي بلاصه حاصله وكذا، واش فعل جرمي ام لا، المهم العموم في انتظار البحث اللي كتقوم به السلطات المختصه تحت تعليمات النيابه العامه كذلك المختصه. امطار طوفانيه عرفتها منطقه الشمال الغربي في هاد 72 ساعه الاخيره. تطوان، مرتي، المضيق، الفنيدق، قصر الصغير، الحمد لله كما قلت ما كاينش ضحايا، ولكن هذا الشيء راه ما خصناش يدوز مورا الكرام، شي راه خصو حل باش ما يوقعش هذا المشكل، لان هذا مشكل كبير وكبير بزاف. وهنا نتمنى ان يتم التعجيل بهذا الشيء. وهنا كنلاحظوا دائما مجموعه ديال الاحياء اللي كما قلت كتغمر المياه ومنسوب المياه تيكون يعني كبير وكبير بزاف، كما كنلاحظوش اشغال. دابا تصوروا عيون الفيضان الاول اللي عرفته تطوان، هذه واحد الشهر ونص تقريبا مش غمرت المياه، مدارات الاناره والحي الاداري، ما داكشي وادك. واش ما كاينش شي حال، ما كاينش شي دراسه اخرى، شي حل استثنائي اللي ممكن انه يغير هذه المعالم؟ إذا بغينا آراءكم وتصبيقات، شوف بغينا تعليقاتكم، شنو رأيكم في الرسالة أو شنو رسالتكم لحكومة العثماني. طبعا حي كويلما اللي غمرته المياه، حي جبل درسة، حي الإنارة، حي مكلاتة، طابولة، جامع مزواق، الرمانة، ربع ساعة، جزيئة مونيا طبعا اللي الناس خرجوا بالكاياك، وكذلك حتى في كويلما، لأن ارتفاع منسوب المياه يعني ملي تلقى ان انت الزودياك ولا مثلا واحد كايك خارج راه معروف شنو كاين. انقطاع الطريق بين تطوان المضيق على مستوى منطقة الملالين اللي غمرتها المياه، كاين تما مركز التكوين ديال المغرب الطواني غمروا المياه، كاين واحد كاين مقهى مطعم وكذا غمرته المياه. إذا مجموعة ديال الأضرار الجسيمة اللي ضروا هاد الناس، ولكن السؤال علاش ما علتش الحكومه على الكوارث الطبيعيه. بغينا نعرفوا شنو هو النيفو اللي كتوصل باش نعرفوا تزيئه منيا. طبعا راه قلت ايمان اللي كانوا الدراري تيعوموا باللباس ديال الغطس عفوا. اذا وصورنا كذلك شباب بالكاياك صغير تيقطعوا الناس من المنازل ديالهم، يلقوا محاصرين في تزيئه منيا خلف كليه العلوم على مقربه من الطريق الدائري. طبعا اذا السؤال المطروح هو شنو هي المعايير ديال الكوارث الطبيعيه باش نعرفوها. وهذا سؤال موجه للسي عثماني رئيس الحكومه، بينكم بالتفاصيل بالتفصيل في قبه البرلمان او في بلاغ رسمي تشرحوا للمغاربه شنو هي المعايير اللي كيعتمدوا عليها باش عندنا كوارث طبيعيه. واش هادشي اللي وقع في تطوان ما عندوش علاقه بالكوارث الطبيعيه؟ اذا هادشي في الحقيقة تيأسف، هادشي تيأسف، ولكن نتمناو شي حل، نتمناو شي حل، هذا هو الأهم. شكرا لكم متابعي قناة شوف تيفي،
نلقاكم بخير في مباشر اخر. تحيه لكل المتابعين الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن، تحيه عاليه سكان مدينه تطوان للمتضررين من الفنيدق، وكذلك المضيق من تطوان ومن عمله المضيق الفنيدق ومن القصر الصغير ومن طنجه والدار البيضاء وكل المدن اللي غمرتها المياه، في انتظار الذي ياتي او قد لا ياتي من حكومه العثماني الاعلان عن الكوارث الطبيعيه، رغم الاداء كما قلت من اصحاب السيارات الدرجه الاولى باش كتخلص فلوسها، ولكن الغالب الا الله. شكرا لكم، نهاركم ربي يديك اسبوع موفقه، انتظروني في وجه اخر مع موضوع اخر، الى اللقاء.